أصحابي الحلوين اللي بيشاهدونا في كل مكان، بحب أرحب بيكم في برنامجنا تسالي وحكاوي اللي هنستمتع فيه مع بعض ونتعلم حاجات حلوة كتير، أتمنى إن هي تعجبكم. ودلوقتي أصحابي هنبدأ بأول فقرة معانا واللي أنا بحبها قوي، وهي فقرة التسالي. ودلوقتي هنحب نرحب بصديقنا ملاك معانا. اهلا بيك مريم. ازيك يا ملاك؟ الحمد لله كويس. طبعا انت عارفه انا دايما مبسوط اكون معاكي في البرنامج الحلو ده. كمان بنتبسط ان احنا نكون معاك، واتمنى ان اصحابي كمان يتبسطوا انه ملاك معانا. يا ريت. شكرا يا مريم. اول حاجه انا بحب ارحب باصحابي طبعا في فقره التسالي بتاعتنا دي. النهارده هنعمل مع بعض حاجه سهله قوي، وهنعرف ازاي نقدر نزين الشمع بتاعنا بطريقه حلوه وامان كتير زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا يا ملاك، اوقات كتير بيكون عندنا شمعة صغيرة وعايزين نولعها، فبنسندها في اي مكان، على الترابيزة او على المكتب مثلا، بس دي طريقة مش امنة لان الشمعة ممكن تخلص وتحرق المكان. فاحنا النهاردة هنعمل زي حامل للشمعة بتاعتنا، وكمان يكون شكله حلو ونقدر نستعمله كزينة. فدلوقتي هنشوف ايه الحاجات اللي هنستعملها مع بعض. طبعا هنحتاج الشمع بتاعنا الصغير، هنحتاج سيديهات تكون بايظة طبعا، كمان لازق قوي، وهنحتاج ستيكرز او الاشكال اللي احنا شايفينها دي. فانا كان عندي الاشكال دي كنت بستعملها في المدرسة ففضلوا معايا فحابة استعملهم، وكمان الاشكال دول اللي هم كمان يعتبروا زي الستيكرز. دلوقتي اصحابي هنبدأ مع بعض نشكل الشمع بتاعنا، وزي ما قلنا لكم ان احنا هنستخدم السيديهات. فاول حاجة هعملها هجيب شوية سيديهات عندي يكونوا طبعا بايظين في البيت وبابا وماما مش محتاجينهم، فهبدأ باول واحدة. طبعا هستخدم ورقة او حاجة ان انا اقدر اسند عليها علشان هلزق، فمش مش عايزة المكان عندي يتوسخ او المفرش. فاول حاجة هعملها هجيب ستيكرز زي ما انا قلت لكم، وممكن اصحابي تستعملوا اي حاجة موجودة في البيت، يعني مش تحت شرط تستخدموا الحاجات دي او تجيبوا زيهم، بس انا علشان لقيتهم عندي فضلين من المدرسة وانا دلوقتي في اجازة، فحبيت ان انا استفيد بيهم واعمل الشغل بتاعي بيهم. فدلوقتي هنشوف مع بعض نقدر نعمل الشمعة بتاعتنا او نزينها ازاي. فطبعا هيكون عندنا الشمع اللي هو النوع الصغير ده، او ممكن يكون عندنا الشمع اللي هو الطويلة اللي هي بتتحط. فاحنا السي دي دي نقدر نستعملها كمسند ان احنا نسند عليه الشمعة زي ما قلنا لكم، علشان الشمعة ممكن تحرق المكان. مظبوط، صحيح، حصلت بتحصل كتير يعني في البيوت. بس فدلوقتي انا هاخد الشمعة بتاعتي، طبعا هحط لزق من تحت كده، لزق طبعا يكون قوي. وخلي بالي ان اللزق ما يجيش على السي دي علشان تفضل نظيفة، وهلزقها في الدايرة دي، فهي يعني قدها بالظبط جاية مظبوطة. طبعا طبعا محركهاش، لازم اخليها ثابتة كده لحد ما تنشف، او ممكن ابدأ اشتغل من غير ما احركها وهي هتنشف لوحدها. فانا اول حاجة هبدأ بيها ايه، ممكن مثلا اعمل الشكل ده. عندي هنا شكل فراشات، فانا هاخد واحدة منهم طبعا. نخلي بالنا واحنا بنشيل عشان الجناح بتاعها ما يطلعش وما يتقطعش، نشيلها بالطريقة دي. شكلها جميل حلو. فانا هحطها هنا بالشكل ده، وطبعا احنا وذوقنا يعني نشكل زي ما احنا عايزين، يعني نحطها في اي مكان. انا بس بوريكم الفكرة ان احنا ازاي نقدر نستخدم السيديهات، وازاي نقدر نخترع كده ايوه، ويكون عندنا زينة كمان في الأوضة بتاعتنا. دلوقتي مثلا ممكن احط
الستارز بتاعتي او النجوم، اي حاجة انا عايزاها، بس في الاخر يطلع عندي شكل حلو. فانا هحطهم كده بطريقة، هنظمهم كده، مثلا احط بالطريقة دي زي الزجزاج كده. كمان لو تفتكر يا مريم، ممكن ألون. مش عارف كانت عندكم ولا، بس عندنا احنا في البلد كانت في ناس بتعملها كتير، عشان هي شكلها مش حلو، بس كان بيجيبوا كوباية كده وبيملوا نصها رملة، وبيحط الشمعة في الكوباية في الرملة كده، بيحطها في النص. بس شكلها ما كانتش حلوة كتير. بس دي طريقة شيك كده وحلوة. هم بيحاولوا يعملوا اي حاجة انه يسندوا فيها الشمعة طبعا، علشان ممكن النور يفضل قاطع وننام. أيوة. وننسى الشمعة. صحيح. وتخلص، فالنار ممكن تطول اي حاجة وتحرقها. مزبوط. فاكر كمان يا ملاك كنا نحط الشمع في، نجيب كده برتقانة. ايوه، ونحطها ونحط كده الشمعة فيها كمان لنفس السبب. ايوه، كنا برضو بنفكر واحنا صغيرين، بنخترع، بس يعني يكون في اختراع وشكل حلو كمان. صحيح، دي شكلها جميل جدا. فانا ممكن اكمل اللي انا استخدمتهم في الاول، ممكن ارجع كده بالشكل ده، اعمل شكل كده. وممكن اروح الناحية التانية واعمل نفس الشكل اللي انا عملته هنا. ممكن ابدأ كده من هنا، طبعا بعد ما بتخلص المدرسة ملاك بيكون عندنا حاجات زي كده بنزين بيهم الكتب بتاعتنا. مزبوط. انا كمان كنت احب ما اسيبش الكتاب كده في حاله، لازم تزينيه، احنا الزق فيه وزينه. فبتفضل حاجات زي كده بعد المدرسة ما بتخلص. ايوه، فبنحب يعني بدل ما تقعد تبوظ او اللزق بتاعها يبوظ نستخدمها، واحسن ما نرميها كمان. نرجع تاني كده. الشكل ده ممكن نزود صف تاني عشان تبقى قد الناحية التانية. ممكن احط نجوم كبيرة. ده غير ان السي دي نفسها حتى من غير ما لزقنا فيها اي حاجة، ممكن هي فيها الوان كده لوحدها، شكلها جميلة. يعني حتى لو ما عندناش الحاجات دي عادي نجيب الشمعة ونلزقها على السي دي، ما فيش مشكلة، تبقى كمان فيها الوان وشكلها حلو. طيب دلوقتي خلصنا اول سي دي معانا، او اول شمعة، نحطها على جنب هنا كده. دلوقتي هبدأ اعمل فكرة تانية، فهاخد كمان سي دي تاني زي ما عملنا بالظبط، طبعا ننظفها اذا فيها اي حاجة كده، وناخد شمعة كمان ونلزقها. برضو ناخد بالنا انه اللزق ما يجيش في السي دي، ونحطها كده. نسيبها برضو تنشف، نسيبها كده مع نفسها ونشوف احنا هنعمل ايه في الشكل بتاعنا. طيب دلوقتي انا ممكن استعمل، ممكن دول اللي احنا استخدمناهم خلاص نحطهم على جنب عشان عارفين. طيب دلوقتي انا ممكن استعمل دول، في نوع بيبقى اوريدي فيه لزق فبنشيلها ونحطها على طول، بس انا لقيت دول عندي في البيت فقلت استخدمهم اللي هم لازم احط لهم اللزق بتاعهم. نحط بس شويه صغيرين كده نلزق، طبعا هتبقى كلها شايني كده وبتلمع، تبقى شكلها جميل. احنا ممكن نستعملها كزينه في الاوضه بتاعتنا. صحيح. عيد ميلاد، خصوصا كمان لما يكون الدنيا ضلمه. أيوة. وننور الشمعه كل الالوان دي بتظهر فيها. مع الريفليكشن او الظل بتاع النار. أيوة. او الضوء
هتعمل منظر جميل. ممكن نحط كده بأي طريقة احنا حابينها. نحط كمان نحط اللون ده. فكرة حلوة ده مريم، لأن بتفكريني كان في عندنا جيراننا واحدة بتحب إيه، تولع الشمعة وتسيبها وتنام، فدايما اللي معاها في البيت يقول لها يعني ما تسيبيش الشمعة وتنامي كده، هتمسك في حاجة بالليل وهتقوم حريقة. احنا ما شاء الله عندنا النور بيقطع على طول، دايما بيقطع. فهي بتقول لا أنا بعرف، أنا بصحى دايما قبل ما الشمعة تخلص وبطفيها. فجت في يوم سابتها وراحت في النوم كده، نسيت نفسيها ونامت والشمعة ايه خلصت، كانت حطها جنب المفرش بتاعها، خلصت الشمعة للنار اللي فاضلة مسكت فيها، قومت حريقة كتيرة، فضلت كله يزعق لها ايه اللي انت عملتيه ده، شفتي اهمالك ومش اهمالك. فدي حلوة، دي عمرها تقريبا ما بتولع فينا ولا في حريقة. لا، هي الشمعة هتخلص وهتفضل على السي دي يعني او المكان. دلوقتي خلصنا، ممكن نزود، ممكن نحط كمان زيادة، بس انا مش حابة ان انا استخدم كل اللي عندي دول، فانا بس حطيت شوية كده صغيرين وكده، برضو شكلها حلو. دلوقتي التانية خلصت، فانا هحاول اخترع شكل تاني. ممكن مثلا بما اني عندي الحروف دي اللي احنا بنقدر نلزقها، ممكن اكتب اسمي على السي دي مثلا. فكرة حلوة دي. انا هاخد كمان واحدة تاني وهاخد شمعة كمان. ممكن كمان يا ملك، مش لازم يكون النور قاطع، ممكن يكون مثلا عندنا عيد ميلاد او او حاجة زي كده، ونستعملهم نحطهم كده على ترابيزة او حاجة صف واحد ونولعهم، هيبقى كمان شكلهم حلو. نضغط شوية، نتأكد ان هي تلزق. هنا مش هستعمل اللزق بتاعي. طيب هكتب اسمي، انا اسمي مريم. فاول حرف هو حرف الام، فهلزق كده حرف الام. ممكن اعمله بشكل نص دايرة كده عشان انا اسمي طويل، فهستخدم بعدين حرف الـ A. M A بعدين ايه؟ بعد الـ M M A R R. هنا في حرف الـ R، يا رب الاقي كل الحروف بتاعتي. M R بعدين واي. طبعا اصحابي لازم يتعلموا يكتبوا اسمهم بالانجليزي، بالعربي كمان. بعد الار اي مريم، ممكن لو سبناها كده من الاي تبقى ميري. ده معنى اسمي بالانجليزي، مريم يعني ميري. حلو، ممكن تقول لي ميري كمان، ما عنديش اي مشكله. انا ديك بميري لما اشوفك. ما فيش مشكله، ماشي يا عم ميري. طيب دلوقتي ده اخر حرف من اسمي، انا اسمي طويل زي ما انتم شايفين وحلو كمان. شكرا يا ملك. ودلوقتي ممكن الناحية التانية، بدل ما اسيبها فاضية كده، ممكن احط برضو شوية حاجات. هنا ممكن احط الوردة دي، ممكن احط قلب كده في النص، الطريقة دي. ممكن احط وردة كمان. وبكده يبقى الشكل بتاعنا التالت خلص. أيوة. عليه اسمي.
ممكن ملاك انت بتعمل بتاعتك ممكن تحط اسمك اسمي كمان يعني. طيب خلصنا ثلاثة، دلوقتي عايزين نعمل واحدة رابعة. نعمل واحدة إيه؟ رابعة ممكن نستخدم ال النحلة، مش دي نحلة؟ أيوة. طيب ممكن نستخدم النحلة ونعمل الرابعة، فهحط كمان لزق على الشمعة زي ما تعودنا والزقها في النص بالظبط على المكان بتاع الدايرة اللي في النص دي اللي في السي دي. طيب دلوقتي هقفل اللزق بتاعي علشان ما ينشفش. دلوقتي هختار مثلا دي النحلة، دي بتفيدنا بالعسل بتاعها دايما. تحب العسل، العسل النحل؟ بحبه كتير، ده لما اروح البيت ماما دايما اول حاجة بعملها على الفطار بتدينا عسل على طول. كمان عسل النحل مفيد قوي لما نكون عندنا برد مثلا. ايوه، نحنا نجيب شوية مية شوية عسل ونحط ليمونة كده ونغليهم مع بعض. دي بيخلينا نخف شوية يعني، أحسن من الدواء. بيخفف قوي في البرد. للأسف أنا ما بحبش عسل النحل قوي. ده حلو يا مريم. للأسف يعني، عشان أنا ما بحبش الحاجات الحلوة، فلما بكون عيانة ماما تقعد تقول لي خدي معلقه الصبح وكده، بس انا ايوه ما بترضيش. انت بسمع كلام ماما بس لو باخدها غصب عني. فانا هنا حطيت ثلاث نحلات. رايك يا ملاك ممكن نزود حاجه تاني؟ المفروض ممكن تجرب، ممكن نحط من دول اللون ده مثلا ما استخدمناهوش. ممكن احط القلوب في النص كده ثلاثه كمان. ودي معانا اصحابي اخر شكل معانا. نقدر طبعا نعمل زي ما احنا عايزين او الكميه اللي احنا عايزينها، وعلى قد كمان الحاجه اللي هي معانا اللي احنا هنقدر نستخدمها. صحيح، وعلى قد السي ديز برضو اللي معانا. حط كمان قلب تاني، مفيش قلب تاني اهو. حط اللزق ونلزق بالنظام كده. انا عندي ثلاث نحلات وثلاث قلوب، وده الشكل الرابع للسي دي بتاعتنا. وكمان انا عندي هنا واحده، انا هنا رش عليها اللي هو السبراي، في سبراي كده بيبقى الوان. انا لقيت واحده عندي فحبيت ان انا اعمل الشكل ده، وطبعا هنلزق الشمعة بتاعتنا بالطريقة دي، شكل مختلف يعني، ويدي كمان شكل مختلف ولون مختلف. فدلوقتي أصحابي دول الأربع أشكال اللي احنا عملناهم مع بعض. أتمنى إن هم يكونوا عجبوكم وكمان تقدروا تنفذوهم في البيت. وأشوفكم أصحابي بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تاني اصحابي في برنامجكم تسالي وحكاوي، في الفقره التانية من حلقتنا اليوم، وهي فقره الحكاوي اللي هنتعلم فيها مع بعض قصه جميله وكمان بعض الكلمات باللغه الانجليزيه. ودلوقتي اصحابي هنبدا الفقره بتاعتنا بالقصه الجميله اللي هي بتتكلم عن ابنه الفلاح المفضله. The farmer's favorite daughter. Once upon a time there was a farmer who had two daughters who were constantly asking him which one of them was his favorite. I love you both the same was always his answer, but they did not accept this, asking, but which one of us do you love the most? Finally, he secretly gave them both a blue bead, telling each one that she should tell no one of the gift. After that, whenever either of the daughters asked him, which one of us is
your favorite? He would answer, I love best the one to whom I gave the blue bead. And each one was satisfied with his answer. شكرا مريم على القصة الجميلة دي. أصحابي زي ما احنا دايما متعودين بعد ما صديقتي مريم بتقرأ القصة كلها بالإنجليزي بنروح مع بعض وبنقراها تاني شوية شوية جملة جملة وبنترجمها بالعربي. يلا بينا مع بعض نقرأ القصة مرة تاني. Once upon a time there was a farmer who had two daughters. في مرة كان في فلاح وكان عنده بنتين. Who were constantly asking him which one of them was his favorite. وهم كانوا بيسألوه دايما وباستمرار مين اللي كانت مفضلة بالنسبة له. I love you both the same was always his answer. أنا بحبكم أنتوا الاثنين زي بعض كانت دايما الإجابة بتاعته. But they did not accept this, asking, but which one of us do you love the most? بس هم ما قبلوش حاجة زي كده وكانوا برضو بيسألوه بس مين أكتر واحدة فينا بتحبها؟ Finally, he secretly gave them both a blue bead. وأخيرا وفي السر إدى كل واحدة فيهم خرزة زرقاء. Telling each one that she should not tell anyone about the gift. وقال لهم إن هما ما يقولوش لأي حد عن الهدية دي. After that, whenever either of the daughters asked him. وبعد كده في أي وقت أي بنت منهم سألته. Which one of us is your favorite? مين فينا أكتر واحدة مفضلة بالنسبة لك؟ He would answer, I love best the one to whom I gave the blue bead. أنا بحب أكتر واحدة اللي أنا أديتها الخرزة الزرقاء. And each one was satisfied with his answer. وكل واحدة فيهم كانت راضية بالإجابة بتاعته. أصحابي كلنا طبعاً بنحب العيلة بتاعتنا وكلنا ما بيبقاش لنا غيرهم في الدنيا. وإحنا صغيرين كنا دايماً بنتسأل السؤال ده يا حبيبي هو أنت بتحب مين أكتر بابا ولا ماما؟ وطبعاً الإجابة كانت معظم الوقت بتكون ماما لأن إحنا بنشوف إن الأم أحن شوية من الأب والأم بتعمل لنا اللي إحنا عايزينه علشان نكون مبسوطين وكمان الأم بتعمل لها عيد علشان نحتفل بيها والأب يا حرام ما بنعملوش عيد زي الأم بس الأب كمان يا أصحابي ليه دور كبير في حياتنا ويستاهل إن إحنا نحتفل بيه كل يوم مش كل سنة. الأب طبعاً حنين قوي وحبه لأولاده حب عظيم. بس الأب بيكون قاسي شوية عن الأم مش لأنه بيحبنا أقل ولكن بيكون قاسي في بعض الأوقات علشان بيخاف علينا قوي. فأصحابي لازم نقدر أعظم عطية ربنا بيديها لنا في وقت ما نتولد. وهي عطية الوالدين فخلينا دايما نقدرهم ونحترمهم ونرعيهم ونخاف عليهم مهما حصل أصحابي احنا مع بعض قرينا القصة كلها بالإنجليزي وترجمناها بالعربي وكمان فهمنا الدرس اللي مأخوذ من القصة ودلوقتي جت فقرتنا الحلوة اللي احنا اخترنا شوية كلمات من القصة بتاعتنا زي ما على طول بنعمل وترجمناهم بالعربي بس قبل ما نبدأ بأول كلمة مع مريم بنحب دايما نفكركم تجيبوا الورقة والقلم بتوعكم وياريت تكتبوا الكلمات دي عشان تذكروها وتراجعوا عليها بعدين أول كلمة معانا أصحابي هي father father يعني أب نقولها تاني father father يعني أب daughter daughter معناها ابنة بنقولها تاني daughter يعني ابنة favorite favorite يعني مفضل نقولها تاني مع بعض favorite favorite يعني مفضل love love معناها محبة أو حب نقولها تاني love محبة أو حب satisfied satisfied يعني مكتفي نقولها تاني satisfied satisfied يعني مكتفي answer answer معناها إجابة نقولها تاني answer معناها إجابة accept accept يعني يقبل نقولها تاني accept accept يعني يقبل gift gift معناها هدية أو عطية نقولها تاني gift معناها هدية أو عطية bead
بيض يعني خرزة. نقولها تاني، بيض بيض يعني خرزة. Finally finally معناها أخيرا. نقولها تاني، finally أخيرا. Give give يعني يعطي. نقولها تاني، give give يعني يعطي. أصحابي استمتعنا بوجودنا معاكم النهاردة في برنامجكم تسالي وحكاوي، ويا رب تكونوا أنتم كمان استمتعتم معانا واستفدتم من حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم تسالي وحكاوي. باي باي.